باش يسكروها السياسيين، لان الاحزاب اللي في السلطه كيف تجي تندد بعدم غلق الثياب هذا مش معقول. مفروض الاحزاب هي اللي تنفذ غلق الثياب، ولذا راهو نحبكم تكونوا واقفين وواعيين باللي راهو الوقفه هذه ماهيش باش تنتهي الا بتاريخ محدد لغلق الثياب. ما احناش مروحين كان ما نعرفوا التاريخ بالضبط لغلق الثياب. بدينا ثلاثة لكن مازلنا حتى اللي عنده شكون يحب يلتحق احنا مازلنا قاعدين. مانيش مروحين. مانيش في الانتخابات. ما عادش باش ننتخبوا. عندكم من 2019 يا تنمية يا مترو يا سبيدار يا مدينة رياضية. يا حقنا يا حقنا في ضرائبنا. يا ما فماش انتخابات. ما عادش باش نعطيوكم بلاصة. ماكمش باش تضربوا 3.5 ملايين في بلاصتنا. اخنقنا وقلنا هالكم من عام 70 تخنقنا وقلنا هالكم في عام 80 تخنقنا وقلنا هالكم في عام 90 جيت 2000 وقلنا لكم تخنقنا. هجينا شطرنا من البلاد شطرنا هجم البلاد على خاطر ما عادش قادر يعيش ما عادش محامل العيشة. لا كياس صحيح ساق صحيات عمرها خمسة طرقات ندورو فيها فنيت العين فنيت الأفران فنيت تنيور بسبيدار والمدينة الرياضية والمدينة الرياضية. تخنقنا سكر الثياب وبارك الله فيكم. التي تعاني من الصف انا والله نحب نقولها جهرا. انا تو عندي قريبتي التي تعاني من الصف انا والله نحب نقولها جهرا. انا تو عندي قريبتي في النادي تنمية مستديمة بونسي جلوبال اجير لوكال دونك طرق من الشخص دونك ان شاء الله انا نتمنى التنسيقيه. جاتنا تعليمات انه ومعطيات انه راهو اثنين كلهم مسكرين العباد ما قادش من تراكي كرهبه. هذه حاله تفرحنا ياسر واحنا لهنا قاعدين حتى للسته ومن بعد السته وغدوه ومن بعد غدوه وما احناش مسلمين. سي شفيق وتخنقنا ونحبوا نسكروا الثياب. وانا من هوني ما يهمنيش في حزب حاكم ولا مش في حزب حاكم. اللي يهمني صفاقس واللي يهمني يدفع القرار من 2008 واحنا نستناه. ونقول لكم حاجه انا كنت ولدت نسمع بحاجه اسمها مشروع تبارون وعمري ما كنت نتخيل اللي انا باش نكبر باش نولي نايبه ومازلت ندافع على مشروع تبارون. الصفاقسيه اللي عمتوا في سيدي منصور والغرام للركبه الناس الكل هنا واقفه الناس الكل تقول يا حكومه عار عار الثياب راهي دمار. يا الناس اللي تيتموا مجرة الثياب وانا واحد منهم. انا بابا كان يخدم في الثياب. اي نعم. مات عمره 54 سنة. ثلاثة عمليات قلب مفتوحة من مجرة الثياب. الطبيب قال ما عادش فيه فايدة. مات وهو يغزر لي بعينيه وكانه ما قالهاش. انتوما يا الصفاقسية يلي نهار وطول يمنيو فيكم التنمية وبعد ما فما منه شيء. المدينة الرياضية باش يعملوها وعود كاذبة طلعت. قلت لكم ما ثماش منه الدوسي ماهوش موجود ونحنا باقي ساكتين. أما عمرنا ما سكتنا. 12 جانفي 2011 هو اللي طيح بن علي ونحنا اليوم هنا باش نطيحوا الثياب ونحنا اليوم هنا باش نقولوا تبرر تتعمل مشاريع التنموية كلها باش تتعمل. معتمديات صفاقس منزل شاكر عقارب الصخيرة الحنشة بير علي بير علي اللي تعاني اليوم من البوصفير اشبه ها ما تلفت لها حد. المعلم
هزوا صبتوا هزوا صبتوا لا من اسمحهم ولا من تلفت لهم. علاش؟ على خاطر حتى حد ما هو عقاري حساب الصفقسية هما يخافوا منا، راهو تاكل يخافوا منا. اما هما اللي بدين اش معناها الفلوس تهبط من تونس حتى حد سوسع مع احترام للجهات الكل. اش معناها البلد يكون في السلاسة استعصم زيبا على حد 70,000 مع احترام ليهم الصفقسية. هما مجموعة من الشخصيات الوطنية والجهوية اللي ساندتنا، كما سيد صلاح الدين زحام، كما سيد رئيس النادي الصفاقسي اللي حللنا البيبان الكل ومعتمدياتنا الداخليه اللي هي ظهيرنا ودونها لا هما يعيشوا لا احنا نعيشوا. احنا ما احناش مطالبين بحاجات اضافيه، ما احناش مطالبين باللوكس، مطالبين بحقوقنا، بحقنا في الاستثمار العمومي، بحقنا في مشاريع كبرى. ونعطيكم امثله بسيطه توا في الحقيقة ما عادش الطلب داخل المجلس حسونا هذه أو ذاك، مطالبين باش تبقاو على قيد الحياة. صور بالباهي يا طارق، صور سي محمد بالباهي. وين؟ وين؟ تو جينا نقل يقود في حملة شعواء للإجهاز على آخر ما تبقى لكم تاريخ صفاقس مربوط في النهاية. كان سؤال كلهم يعرفون نحب نحكي لكم شويه معناها بالارقام توا، ولغه الارقام على خاطر هي احسن لغه توصل المعلومه. بالنسبه لصفاقس مشروع تبرور اللي نتحدثوا عليها احنا توا في 2017، الفكره مطروحه من عام 1983 34 سنه وما تلفت لنا حد. هذه الاولى فكرة المدينة الرياضية ليومنا هذا نحلموا بها، جات نهار الأحد واختلبوا منه حي الزيتونة يسميوها حي الشهداء، قال لهم بورقيبة صفاقس ناكو ديمار. معناها الحكاية الحقد هذا. احنا صفاقس عندنا 900 شهيد، راهو 900 شهيد فيهم جماعة من صفاقس أكثرهم، لكن فيهم جماعة من قرقنة، فيهم جماعة من مهدية، فيهم جماعة من المناطق. حقنا في بيئة سليمة، حقنا في الاستثمار، حقنا في ميزانية التنمية، برفع التربة من شواطئ القرية. هذا هم مدينة صفاقس لرفع الأتربة الخاصة في رميها في الأماكن الأخرى الكل والجمهورية الكل. لكن صفاقس ما عندهاش حق في هذا، الدراسة تكون لازم أما مش باش تستمر. هذا مثال بسيط حبيت نقول. رفعنا شعار خدمنا في المخطط التنمية 2016-2020 ورفعنا شعار صفاقس نحبوها مدينة نظيفة، مدينة غير ملوثة، مدينة يحلو ويطيب فيها العيش. ما وتفكيكها أيضا اليوم هذا مطلب ملح وإحنا جدين فيه صحيح. إحنا مؤخرا أنا شخصيا كانت عندي لقاء مع الوزير المكلف بالعلاقة بمجلس نواب الشعب وأكدنا له خاصة بعد ما بلغنا من احتقان أهالي صفاقس حول تأخير زيارة تاع السيد. عندي حضور 100% في المجلس وغبت على المجلس والجلسة العامة والقانون الأساسي باش نجي نحضر معاكم السجل الاحتجاري وأنا بقراءكم إن شاء الله. يعطيك الصحة. بالله ما عندناش حسابات سياسية وريراو، كنا ورا صفاقس. حسب صفاقس. نهضة نيكو.